سؤال من الموقع يقول: ما حكم شراء القطط وما حكم اقتنائها في البيت؟ اقتناؤها في البيت لا بأس به، لا بأس به، هي من الطوافين عليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنها يشرب يتوضأ من سؤرها الباقي منها اللي شربت منه، يتوضأ منه لأن ريقها طاهر، ويؤكل ما أكلت منه أيضا، هذا تخفيف عن العباد، بحكم أن القطط تخالطهم حتى ولو لم يرضوا، تسور الجدران وتجي غصبا عليهم، فالقطط لا بأس باقتنائها، إنما بيع القطط حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهو الهر، نهى عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، فهو حرام. نعم، ما تباع القطط ولا الكلاب. نعم.